مرحبا. غطت الثلوج قمة جبل الأربعين بالضنية على علو 2200 متر فوق البحر بظل طقس بارد وتساقط غزير للأمطار، وتشكلت السيول وغمرت الطرقات وفاضت الأودية بالمياه والتربة. كما غطت الثلوج جبل المكمل والقرن السوداء بسماكة بتتراوح بين 5 و 7 سنتيمتر على المرتفعات اللي بترتفع فوق 2400 متر. وفرحوا المزارعين بهالشتوة اللي اجت بعد حراثة الأرض وزرعة بالشطول الموسمية. وبالعودة لطقسنا، طقس خريفي متقلب عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، حراره عاديه، رطوبه عاليه، البحر معتدل الموج وحراره مياه 25 درجه. اليوم طقسنا بلبنان غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحراره وتساقط امطار متفرقه، وبيبدا الطقس بالتحسن بدءا من الظهر. وبنبقى هلا بجوله على درجات الحراره اللي رح تسجل الليله على الساحل 20، على المرتفعات 15 بالبقاع 4 وبالارز 2 تحت الصفر، وجوله اخرى على درجات الحراره اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية. إذا 20 بسرار، ننتقل من بعدها إلى عين الدلب 23، الكفور 16، بر الياس 20، عرسال 20، وحتشيت 7. أما الرطوبة فبتتراوح بين 60 و80%، حرارة سطح الماء 25 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و45 كيلومتر بالساعة، رياح عم بتكون جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين؟ لليلة أدناها 19 أقصاها 24، نهار أربعة بتتراوح بين 19 و24 كمان، والخميس بين 20 و25. وبنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. الرياض 31، الكويت 24، وبغداد 21، طرابلس 23، والجزائر 21، وأخيرا برلين 15. وهيدا كان كل شي. باي.